طيب كابتن ابراهيم، ممكن نتكلم في سوء حظ بيقابل النادي الاهلي، انه لاعب زي ما الكابتن عادل قال، لاعب الدحيل صاحب الارض، ثم بطل اوروبا، ثم بطل امريكا الجنوبيه، ولا الفريق يلعب مع اي حد؟ لا، هو الثمان فرق جامدين، يعني الست المشتركين في كاس العالم للانديه كلهم جامدين، فاي فريق هتقابله على مستوى متميز. اولا صاحب الارض بتلعب مع لاعبتها، انما كمستوى الكره العربيه النادي الاهلي طبعا يفوق فريق الدحيل فنيا ومهاريا واحتكاكا برضو ورقميا وتاريخيا وكل حاجه. النادي الاهلي يمكن قابل بايرن ميونخ ثلاث مرات، مره سنه 1900 وكام 77 وكان بدعوه من الاهرام عشان يلعب الاهلي والزمالك، وبعدين المره الثانيه كانت 84 والثالثه كانت 2012. المره الاولانيه كسبنا اثنين، اللي احرز الاهداف الكابتن محمود الخطيب على فكره، والجون الثاني احرزه شريف عبد المنعم، بس دي كانت كلها لقاءات وديه. اول مره نقابل بايرن ميونخ كرسمي، فكون ان الترتيب ان الدحيل جه الاول او بايرن ميونخ جه الاول، ده كويس ان بايرن ميونخ ما جاش الاول، كويس ان الدحيل على اساس برضه يبقى متدرج. بايرن ميونخ بيلعب على النصف النهائي، نصف النهائي. الدحيل يبقى في تدرج في المستوى شويه، الرهبه تزول من على اللعيبه، ويبتدوا يادوا بطريقتهم. صحيح هم ما ادوش زي ما معودنا، يعني برضه ما تنساش الضغوط، كاس العالم للانديه ومحفل راضي، واللعيبه دي كلها ما عندهاش الخبرات الدوليه الكفايه في المحفل الراضي العالمي ده، فبالتالي ما نلومهمش في حته ترتيب الانديه. انا شايف ان الدحيل كبدايه جيده جدا، ان احنا نقابل الدحيل على اساس برضه ناخد احساس الماتشات واحساس الملعب واحساس الجمهور، بقالنا مده طويله ما لعبناش قدام جمهور، فرصه جيده ان برضه جمهور الحقيقه في قطر سندنا مسانده كبيره طبعا. جدا جمهور النادي الاهلي طبعا حقيقه ورانا في كل حته. وانا لغايه دلوقتي بقول لا، مش نمره 12، لا هو نمره واحد الجمهور. طيب.